ديالها هو هذاك. كيفاش غادي نعيش؟ راه متشبت انا بالله تبارك وتعالى. كنتمنى من الله تبارك وتعالى الوليدات ديالي يكونوا الاخرين مزيانين، وراه البنت ديالي ما غاديش ننساها. سليمه راه الروح، سليمه دمي، سليمه روحي، حياتي، سليمه كل شيء، لدرجه راه حتى تصبح على خير بابا ما بقيتش كنسمعها. راه كان شحال ديال الحوايج، راه بنتي كتدخل فيا هنا. الاولاد ديالي هي صغيره عندك؟ هي صغيره عندي، وهي ومحمد اللي كبر منها، راه هادو راه تمهم ماشي ما عزيز عليهم هم، ولكن ماشي بحالي انا، وعندهم علاقه بيا لدرجه حتى الكليان ديالي راه ملي كيجي عندي كنوريه لي شانطي ولا كنوريه شي حاجه ديما داخلين وسط الكليان ديالي، لدرجه كنبغي نحيدهم لشي حاجه كيقول لك راه عادي داكشي. انا واحد الانسان اللي بسيط، ما عنديش امكانيات ولا عندي شي حاجه، انسان بسيط على قد الحال. يلاه كان بالنسبه غير هاد الايام اللي ما خدامش، راه لون ما الناس، راه راني في واحد الحاله ما شاء الله. الله تبارك وتعالى هو اللي غيتكلف بكل شيء. كنطلب من الناس وكنطلب من المجتمع المدني، كنطلب من الاساتذه، كنطلب من جميع الرياديين، كنا كمغاربه نتعاونوا وفي كل شيء، نتعاونوا في كل شيء، ويكون واحد التضامن. راه حنا فرطنا في بعضياتنا بزاف. واش كتهضر بهذه اللغه السي مصطفى على انك فقدتي الامل ما تلقاش بنتك؟ لانك كنتي كتهضر على سليمه كانها ما بقاش، ولات في خبر كامل. سليمه اختي ما يمكنش ما بقاتش، سليمه راه هي كل شيء عندي. سليمه ما نساهاش، تيدفنوني، نتسناو الناس المسؤولين يجاوبونا ويتحركوا شويه، يتحركوا الناس باش نلقاو سليمه. بالنسبه لما كان سميتو راه غادي ندير واحد القافله على المغرب كله، لدرجه واخا نعرف نطلب نولي ندخل لستاسيون نطلب منهم يعاونوني في المازوط، واخا نعرف نمشي بالسياره ديالي بوحدي، راه غادي ندور المغرب كامل. وراه بالنسبه للخدمه ولا شي حاجه، راه ما غاديش تكون عندي شي خدمه ولا شي حاجه، لا قبلش في واحد الحاله يرثى لها، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سي مصطفى، سي خالد السكاح، قلتي قبل باللي نهار 19 غادي تمشي. 19 غادي نمشي ليها ليها، غادي تدخل تقلب على ولادك. لا غندخل باش نطالب الحقوق ديالي، وغادي وكذلك باش نفضح الحكومه النرويجيه والتعسف ديالها اللي خداته اتجاه ديالي في واحد البلد اللي عنده مؤسسات وبلد مستقل وبلد اللي عنده قانون وما احترمت حتى شي حاجه، وما احترمتش حتى الحرمه ديالي، وما احترمتش العائله، ما احترمتش الاطفال، وغادي نمشي نطلب الحقوق ديالي رغم جميع سميتو جميع غنتحدى جميع العراقيل وجميع كذلك ذاك تكهنات بان غادي يعتقلوك ولا كذا. الانسان الى تحبس على ولادو ولا على تكرفس على ولادو، هذه المساله هذه فيها حنا تنقولوا فيها الاجر. مناسبه شنو توجه الرساله ديالك للمغرب كله اللي تيشوف باش يتضامن معاك، باش حيت هذوك الاولاد راه ولادنا كاملين ماشي ولادك بوحدك. شنو بغيتي تقول للناس كاملين؟ انا اللي كنبغي نقول للناس بان المغاربه خصهم يتضامنوا، وخصنا ما تبقاش عندنا العقده ديال الاجنبي، وخص هاد المغاربه بيعرفوا بان راه المغاربه حتى هما حنانين، ومغاربه اناس غيورين، واناس اللي تيغيروا على هاد البلاد. وخصنا نتضامنوا بيناتنا لان فرطنا، والتفريط هذا هو فين لقى الاجنبي، لقى فين يدخل. وكذلك بالنسبه للنهضر على المساله ديال الاطفال ديالي، هذا تفريط من الناس المسؤولين، لان كانت اقل حاجه هو ضمان هاد صله الرحيم. أقل شيء أقل شيء، لأن ولادي تخطفوا داخل التراب الوطني، كاين قانون، كاين هاد الناس ما تعاقبوش. إلا غنتعاقب أنا وناس عسكريين دخلوا لبلادنا غير قانونيا وما غيتعاقبوش، هنا غادي غناخذ واحد الموقف من بلادي ومن الموقف من المسؤولين ديال بلادي، لأننا الإنسان خصو يكون غيور. حنا كنغيروا على هاد البلاد وتنغيروا على أي شبر من هاد البلاد. طرقت جميع الأبواب، طاب لي صباطي، تقطع لي صباطي، سبرديلتي، عييت ما نجري، جريت في المحافل الدوليه، في التيرانات، في لي كومبيتيسيون. كان عمرك ما تقطعوا؟ ما عمري ما عييت، ما عمري ما سخفت، دائما كنت هذاك، وانما في المشكل ديال ولادي. دابا نفسيتك فعلا عييتي وسخفتي؟ لا سخفت دابا، حسيتي براسك تدمرتي من الداخل؟ لا تدمرت، وخسرت بزاف ديال الاشياء في حياتي، وتعطرت الحياه ديالي بالطريق بهذا المشكل هذا. لانني كنطلب واحد المساله انسانيه، هذا واحد الاب خصو يكون صله، لانه وقع المشكل. حنا تنقولوا كنتفهموا الانسان في الاول تيكون معصب، ومن بعد تيتفهم بان المصلحه العامه، مصلحه البلاد كتسبق المصلحه ديال الشخص ديال الفرد. انا ما تنطلبش شي مصلحه كبيره ولا هذاك، تنطلب واحد المساله بسيطه، لانه اللي هي بالنسبه للدبلوماسيه المغربيه بسيطه.
ان هذا الاب تحت الضمانات ديال المغرب. اسمحوا لي يشوف ولادو. اسمحوا له يشوف ولادو، اما نشوفهم في شي دوله. وفي صالح هاد الولاد. وفي صالح هاد الولاد، لان الولاد غيكون عندهم واحد التوازن، ان عندهم علاقه بالاب وعلاقه بالام. ما يمكنناش نبدلوا الاب وما يمكنناش نبدلوا الام. والمساله ديال التوازن ديال الاطفال هو ذاك التربيه والعلاقه، ماشي نجيو ندمروا الصوره ديال الاب وردوه مريض وردوه. لان هذه الصوره دابا اللي لا لان اللي ممكن يكونوا تيعطيوها عليه. هذه الصوره تيقولوا بانه ما صالحش، يقدر يقتلهم، يقدر. لان واش هذا الشيء، هذه الصوره اللي كيقولوا عليك؟ لا، اللي تيقولوا، لان كانت حرب حرب داخل الاعلام، لا النرويجي ولا المغربي. وهذه الحرب لان باش يغطيوا الجريمه، لان جريمه كبيره. جريمه كبيره غادي يكون الضحيه الانسان ذاك الحويط الصغير هو خالد السكع، هو الاب. خصنا نقولوا بانه مجرم وانه كان شاد عليهم وكان كيضربهم وكان كيقتلهم. هاد الاولاد داروا 16 سنه، داروا 13 سنه، كان الاب مزيان. منين وقع ذاك الانفصال، منين وقع الطلاق، وقع ما بقاوش هاد الاب مع الام، هذاك الاب راه مجرم ويقدر يقتلهم. علاش ما قتلهمش هذه شحال هذه؟ وعلاش ما تكرفش عليهم؟ وهاد الوليدات حتى الصحه ديالهم ولا الوجه ديالهم راه تيبين تيبين فين عايشين. ما يمكنش هاد الاب اللي تينوض فيهم الصباح ويديهم للمدرسه ويمشي للمدرسه ويوجد لهم الماكله ويديهم سنتين وانا معاهم بوحدي، غادي نتكرفس عليهم. اللي كان غيقتلهم راه غيقتلهم الوقت اللي كانوا صغار، ماشي تيكبروا. هاد المساله هادي اللي تنشوف فيها واحد تقصير. الرساله ديالك السي خالد، الرساله تنتمنى باش تكون الاخوان المسؤولين اللي كانوا تيتصنتوا لهذا البرنامج يقوموا بواحد التدخل الانساني، لان انساني ووطني. لان الا دفعتي على واحد الابن ديال الوطن ديالك في المصلحه ديال ذوك الوليدات لانهم مغاربه، غير انه تكون واحد العلاقه ديال صله الرحيم، راك واخا انك مسؤول راك خديتي الاجر. معلوم. لان هادشي ما دارش، وداروا غمضوا عينيهم، وبديت كندخل كندق باب، واحد كيصيفطني لهنا. ودابا غادي تشرع يديك وغتمشي. لا دابا غادي نخرج غنلقى راسي امام 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 القانون النرويجي، لانه القانون النرويجي هذه المساله اللي باغيين تيقول لك حنا دوله ديمقراطيه، دوله ديال حقوق الانسان. انا غنقول لهم انا غير حيوان، ما تحسبونيش انسان، لانني كنت انسان كره بلادي عطاتني حقي. انا دابا جيت عندكم حسبوني حيوان وباغي حقي، هذيك صلة الرحيم بالاطفال ديالي. واخا سي خالد تنشكرك بزاف. دكتور محسن بن يشو، بغيت نسولك يعني كيفاش ممكن الوالدين في الحاله ديال الفقدان ديال ولادهم، يا تالفين يا مخطوفين يا مسروقين، يا كيفاش ممكن يتقبلوا، كيفاش ممكن يتعايشوا مع كما شاروا الاخوان؟ يعني الولاد ما كيبقاوش. سي مصطفى تيقول لك كانت تخشى هنا، كانت تقول لي يا بابا سليمه، تقول لي صباح الخير. كيفاش ممكن يتقبلوا ويتعايشوا مع الوضع الجديد في غياب ولادهم؟ هناك واحد الاشكاليه اذا لاحظنا عن السي خليده ولا عن السي مصطفى مثلا، نقولوا ذاك الانسان البريء اللي كان تينادي بالابناء ديالو نصب عليه وصرع كانه مجرم. اذا هنا جوج ديال المصائب، المصيبه ان حرمان ديال ذاك الاب من الابناء ديالو، والمصيبة الثانية على أن البريء يتحول إلى مجرم رغم على أنه بريء. نعم. هنا واحد النقطة مهمة اللي تنوجهها السي خالد والسي مصطفى وكل الناس اللي تيكونوا تيعيشوا هذه المشاكل، اللي حقيقة الله يحسن العوان ديالك، أنها حقيقة مصيبة كبيرة جدا اللي تتخلي الإنسان تيتشتت، وتيخلي الإنسان أنه تيبقى ما تيبقاش يفكر بالعقل ديالو، ولكن ذاك العواطف ديالو هي اللي تتسيطر عليه. نعم. ولكن هنا واحد النقطة مهمة، ملي تنكونوا تنعيشوا واحد الحاله الاكتئاب او واحد الحاله القلق او خروج يعني العواطف ديالنا هي اللي تتحكم فينا، ما تنبقاش نعرفوا كيفاش نتصرفوا تصرف منطقي. لان يعني تنجو سي خالد لابد على انك تكون مصحوب من طرف من اهل القانون، مثلا بعض المحامين المغاربه او اهل القانون مثلا حتى في اوروبا، لان هاد الناس اللي جاوا سرقوا لك الاولاد ديالك هنا، الا مشيتي استدخلتي بهذه الطريقه ولو انك عندك جنسيه نورفيجيه، يقدروا ينصبوا عليك مره اخرى ويدخلوك للجسم. ولذلك سوف هنايا تكون انت اللي مشيتي تبحث على الابناء ديالك، ينصبوا عليك ويرجعوك انك مجرم وسجين. ثم هناك نقطه اخرى مهمه، هاد الابناء ديالك الا كانوا فعلا متشبتين بك، ودابا البنت في عمرها 20 سنه، وحنا تعالى عارفوا على ان اكثر الغربيين عامه ما تيبغيوش يدخلوا ويعيشوا هنايا، اللي تنخاف عليه هما على ان ولادك ينكروك ويقولوا لا احنا ما حصناش ندخلوا للمغرب،
وحنا بغينا نبقينا مثلا مع الام ديالنا، وهنايا داك المجهود ديالك اللي تتقوم به راه يمشي هباء منثورا. انا ما بغيتش الحياه ديالك تشتت تماما على اثر هذه القضيه. طبعا من حقك على انك تصل الابناء ديالك وتشوفهم، ولكن ما بغيتكش على انك تضيع تماما، بغيناك تكون البطل ديالنا دائما، وبغيناك على انك ما تعيش مصائب اخرى لا ينصب عليك في ذاك البلد، ولكن البلد ديالنا الحمد لله لابد على ان تعطيك الحقوق ديالك، لان هذه القضيه ماشي سهله. قضيه راه المغرب كما اشرتي سنتين وهي مدابزه تقريبا مع النرويج دفاعا عن الحق ديالك، ولكن هاد الناس تسلطوا وقاموا بجريمه وهربوا ذاك الابناء. نعم، شكرا لك دكتور محسن بن يشو. غادي ندوزو مشاهدينا نستقبلوا الحاله الرابعه في قصه الناس اليوم من بعد هذا الفاصل. هذا مذاق الانتعاش ديال بصح، احسننا في الحليب ومذاق الرمان الجديد، هذا سر الوصفه الفريده ديال ريبي جميله، وهادشي علاش كيعجبنا كاملين. جميله ريبي ديال بصح. ان رصيدكم غير كافي. مدام حول بخليني ندوي غير مع مراتي. ما عندكش السولد وانت ما عندكش القلب. عزيز بغيتي تدوي مع مراتك؟ ايه اش باي جاسم، خرج واحد العرض غادي تشبع به هضره. انا كنبغي ندوي مع مراتي بالعرض ولا بلا عرض. جاتك عرض اعز الناس، هذا العرض غادي يبقى ديما. الا شارجيتي 10 دراهم عندك 10 دقائق ديالك. اها وكتزادك نص ساعه كادو مع جوج النمارين اللي عزاز عليك. سهله، زيدوا نجمه واحد من بعد كود الريشارج. وفين كنتي اختي؟ باين جاسم ديما واقف معاك. لكل الذين يريدون التكوين لاكتساب مهنة، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يقترح عليكم التكوين في العديد من المهن تجعلكم جاهزين للعمل وتقوي فرصكم لولوج سوق الشغل. اختاروا مهنتكم من بين 169 تخصص، اختاروا طريقكم، طريق النجاح. مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الطريق الأمثل للمستقبل. استفدوا من عرض باين جاسم، خاص غير ب50,000 الاولين باك اعز الناس، فيه جوج كارت سيم وغير ب20 درهم. باين جاسم ديما واقف معاك. قولوا بسلامه لكثرة منتوجات تنظيف. اليوم عجينة الكفش جديدة لاستعمالات عديدة تنفع ومزايا كثيرة تجمع الرغوة والفعالية ومستخلصات طبيعية. المعن واللواني براقة تلمع، الحوايج نقاية والطبايع بسهولة تقلع. أما الأرض نظيفة مراية تقشع، وبريحة الخزامة والحامض في الدار تمتع. خمسة وخميس عليك يا عجينة الكف. لافاش كيلي رجعت بسلسلة جديدة للتابس. اكتشفوا تاب سيركلز جداد في جميع علب لافاش كيري، وتابعوا المغامرة على www.البقرة.ما. استمتعوا بأحلى الأوقات مع مهرجان جنوة وموسيقى العالم بالصويرة من 20 إلى 23 يونيو. تمتعوا بلدة 100% طرية مع جبلي، حليب طري وقشطة ناعمة. جبلي لمسة طراوة في كل ما تشاهيتو. تأمين السيارة المشخص ديال أكسان، التغطية المناسبة بالثمن المناسب. أكسان، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. الأمهات كيفرحوا ملي كيشوفوا وليداتهم كيكبروا كيعتمدوا على عظام قوية، ولكن واش يمكن لي نعوض بتسويس بأي غرض عادي من بعد عام؟ العظيمات قوية، خاصكم ضروري تعطيو لوليداتكم دانينو كل يوم، لأن دانينو هو الوحيد اللي كيحتوي على جوج المرات أكثر كالسيوم من أي ياغورت آخر. وباش ما تغلطوش، دانينو معروف بصورة دينو اللي فيه. أنا دابا كندير اللي عليا، وانتوما؟ دانينو أحسن اختيار لعظام قوية.
رشيدة غلطات وتنزلات على الأولاد ومن بعد 7 سنين قدرات ترجعهم لها. مرحبا بك رشيدة، عاودي لي كيفاش هاد التنازل مع تنزلتي راجلك على أولادك، فاش من ظروف أو شنو تيخلي أم تنازل على أولادها وتسمح فيهم؟ أول شيء ما كانش كيعطيني مصروف ديال الدراري، عندي 3 دراري صغار 3 سنين وسبع سنين وسبع سنين، يعني كل شيء يعني كل شيء باغي ياكل باغي يقرب. ومرضت بزاف، يعني مرضت في نفسي ومرضت حتى جسمانيا. حاولت باش ندير ليها التنازل، درت لي سنة انا ما كنتش قادره على ولادك، ما قدرتش نفقي عليهم، هو ما كينفقش، هو ما تعطيه ولادو. شفت عييت عطيتهم لي عطيتهم لي، وكانت عندي ظروف ديال الولاد تعطاهم ما سخيتش، ولكن الوقت خلات نتنازل. اش غادي ندير اش غادي ندير انا ضايعه وغنضيع 3 اخرين معايا. التنازل واش غير بالفم ولا التنازل كتابه؟ بغيت بالفم وما بغاش، قال لي ضروري غتكتبي لي ورقه عند العدول، ومشيت عند العدول وسولته، قال لي ديت لي الورق ديالي بانني مريضه وغنمشي للسبيطار، وما عنديش اللي غي ما عنديش اللي غيقوم لي بدوك 3 دراري. انا ديجا يعني من قبل عندي ظروف صعيبه، ما كنلقى ما نوكلهم، يعني قاسيت بزاف. شفت تعييت وكتبت لي داك السند، ونهار بغيت نردهم. الصغير فيهم شحال كان في عمرك؟ كانت هذيك الساعه عنده 3 سنين. 3 سنين تنازلتي على ولدك عنده 3 سنين. يعني الجهد ديال الوليد اللي شاد فمه ومتعلق بمو عطيتيه لباه، وفي هذيك الفتره واش كان صله الرحم بيناتكم؟ كنت مره كنمشي ملي ما كيكونش، كنشوف ولادي ولا كنمشي للمدرسه. عاد من تيخليهم؟ كانت عنده مرات باه. مره كتخليني، بعض المرات ما كتبغيش، وصلت معها القانون باش كنشوف ولادي، كانت كتمنعني كتقول لك لا، كيقول لي ما تخليهاش تجي لهم. ولكن لما تنازلتي القانون ما تيعطيكش مثلا واحد النهار ولا يومين في السيمانه فين تشوفي ولادك؟ ما عطانيش. يعني انا مشيت غير عند العدول، مع كنت مضطره غادي نمشي للسبيطار خصني نمشي ندير عمليه. ايه مشيت سنيت ليه، وقال لي هذاك العدول قال لي شوفي راه غير تصحي من حقك تردي ولادك، هذا سند راه ماشي بحال التنازل. صافي انا يعني مشيت مطمئنه، قلت نهار غنصح غادي نمشي غيعطيني ولادي. ومنين صحيتي؟ ما ردهمش ليا، وحاولت ودعيتو، مشيت لواحد الجمعيه وكان عندي استاذ محامي ديالي. في الاخر كيرفض ليا الطلب، كانت كتكون شي حاجه ماشي هي هذيك، تنقول له استاذ علاش الطلب ترفض؟ انا ولادي وانت الادله، انا كنت في السبيطار مريضه، ها باش دخلت وخرجت في الاول، ها باش دخلت وخرجت في الثاني، يعني علاش؟ شنو المشكل؟ تيقول لي لا خصك واحد الورقه، قولها لي استاذ نجيبها. المهم كيحاول يتهرب، كيدير اي طريقه باش انا وعييت. وفي هذه الوقيته اللي كاين شي لغز وكاين شي حاجه اللي انت ما فهمتيهاش، كنتي كتشوفي ولادك؟ قلت لك بالطريقه باش كنشوفهم، كنشوفهم بطريقه حربيه، اما كنمشي نتخاصم معاهم، نتخاصم مع ماتش بالعنف باش كنشوفهم. دعيتها مشيت ليها للمخزن، ديت ليها رجال قانون واستدعاوها وجات وقال لها هاد السيده راه ولادها من حقها تشوفهم، انت لا دخل لك. اخر مره تجي عندنا هاد السيده، هذا هو القصد ديالها. وفاش عطيتيهم ليه اش دار؟ خلاهم بالجوع؟ خليتهم ليه اش غنقول لك؟ المهم ماشي بحال ملي كنت معاهم ضايعين، ما وقت الشتاء لابس هكا، وقت الصيف لابس جاكيطه، يعني دراري ما كيعرفوش، كاينش اللي يرد لهم البال، كاينش. هو اصلا ما عندوش والدي، ما عندوش مو، هو اصلا انا اللي كنت مراعياه، هو انا كنت مراعياه، عاد بقى غير راعي دوك 3 دراري وما تعقلش عليهم كاع واش كاينين. مؤخرا كنتي معاه في المحاكم وفي الدعاوي باش تاخذي ولادك؟ كيربحني. كيربحك؟ كيربحني حيت عنده اليد الطويله، هذا هو هادشي اللي كاين، ما عندوش شي حاجه باش غيربحني. عندي كاع الادله ديالي، كنت مريضه بورقيه الملفات انا جايباهم معايا، كيربحني باليد الطويله، هو عنده وانا ما عنديش، هذا باش كان كيربحني. وحتى لين بقى تيربحك؟ بقى تيربحني لدرجه انا ما بقيتش كنديه. صافي عييت ووليداتي بداو كيكبروا الحمد لله، ولاو كيجيو عندي هما كيبداو يرجعوا بوحدهم تيشكيو ليا، كنرجع عندهم ملي ما كيكونش. درت ليهم التليفون مخبيه عليهم، تيحيدوا ليهم تيقول لهم ما تجاوبوهاش. دابا كتمارسي الامومه بالتخبيه في السر. واش غندير؟ ما قدرتش انا، لدرجه انا وليت كناخذ الدواء باش نعس، ما يمكنش الدر الصغير كان تيبات مع النقني، ما بقاش كيجيني النعاس، ما كنعرفش شنو هو النعاس. دابا رجعت لي الفكره ديال هذاك الوقت، والحمد لله ربي كبير. عاود دعيته مؤخرا غير هاد السنه شهر 6، في هاد الشهر نيت دعيته، الدراري ما بقى هو نساهم، تكرفصوا، ما بقاش كي صافي، يعني بحال ما كاينينش. دابا عندك جيت عند جاو عندي، اولا جرى عليهم حيت قالوا لي بغينا ماما،
قال لهم اللي بغاه يمشي عندها يلا باب زرع عليهم. جو عندي شديتهم شهر ما دعيتوش، بغيتو زعما يفهم راسو يعطيني السير ديالو يعطيني في نسكل. هو انسان ميسور الحال يعني يقدر يدير لي بزاف الحوايج، ما بغاش حربي عييت كنجلس بهم مره عند اختي مره عند با وعندي مرت با. يعني ظروف صعيبه ما يمكنش نبقى بثلاثه الدراري. هي الظروف اللي كنتي فيها في الاول اللي خلاتك تسمحي في هاد الاولاد هي نفسها دابا، نفس ولكن النفسيه الاولانيه على الاقل دابا وليداتك رديتيهم عندك اللهم عندي الاولاد ولا ما عنديش الاولاد الحمد لله. اما الظروف راه هي هي ظروف هي هي انت هي النموذج ديال المراه اللي تنازلات بين قوسين في واحد الوقيته على ولادها ولكن بالاصرار ديالك والعاطفه ديال الامومه اللي فيك رجعتي وليداتك. هذا هو السؤال اللي غادي ندوز عند الدكتور محسن بنيشو، نسول على القيمه ديال في الحاله ديال رشيده تضيعوا الاولاد ولكن كيرجعوا الاولاد، شنو ممكن يرجعوا معاهم من استقرار وسكينه النفسيه ديال رشيده ولا ديال خالد ولا ديال السي مصطفى لما كيرجعوا الوليدات للحضن ديال والديهم؟ هي طبعا حقيقه ما تنازلاتش على الابناء ديالها، هي ما عطاتهمش، هي في الاصل خافت عليهم، ملي جات دير العمليه خافت لا يوقع لها شي حاجه وتشردوا داك الابناء. نعم. ولذاك عطاتهم لباها، فكان شعور الام ليس هناك ام تتنازل على الابناء ديالها وليس هناك اب يتنازل على الابناء ديالها. تنشوفوا السي خالد معركه قويه، السي مصطفى كذلك، يعني قائمين بكل ما لديهم باش يشوفوا هي وليداتهم، لان الابناء منا وجزء منا، ومنين تيمشيو داك الابناء يتشتت الانسان. ولذلك هي حقيقه خافت على الابناء ديالها وعطاتهم، ماشي تنازلت عليهم على ما دير العمليه وترجع. لكن هناك غياب القانون، القانون المغربي حقيقه ما تيحميش. دابا شحال عندنا الحالات ديال الطلاق واشياء من هذا القبيل، وداك الام مسكينه اللي ما عندها اي مدخول تجبر انها مضطره احيانا تعطيهم. علاش؟ لان ما عندهاش قوت العيش، على ولادك الاباء ما تيخلصوش داك التكلفه اللي القانون تيقول نفق. داك النفقه. فهنايا حقيقه القانون لابد ان نراجعوا القانون، وكذلك دائما نشوفوا الابناء مع من راه يكونوا مزيان. الا كان داك الابناء يكونوا مع الام وداك الام هي الحنونه، القانون يجب ان يحمي دائما الابناء في هذا الاتجاه. الا كانوا الدراري راه يكونوا مع باهم بحال حاله السي خالد، القانون يجب ان يعطي الابناء للسي خالد ماشي الام. طبعا حنا نشوفوا المصلحه ديال الابناء هي الاولى، ماشي نشوفوا حيت القانون المغربي تيقول لا المراه الا تزوجات تنحيدوا لها الابناء ديالها ونعطيوها لراجل. والا كان ذاك الراجل مسكر او لا قتلهم، عندنا حالات تنشوفوها كثير من هذا القبيل. اذا يجب دائما القانون يحمي الابناء، تنتمناو في هذه كل الحالات انهم يجبروا وليداتهم وان الوليدات يرجعوا العش ديالهم، يرجعوا للذاتيه ديالهم. نعم، شكرا لك بزاف دكتور محسن بنيشو، شكرا للحضور اللي معايا داخل البلاطو. تنشوف التصاور ديال سليمه في البلاطو، كلنا مع سليمه وكلنا مع اولاد السي خالد السكاح اللي تنتميوا لهذ البلاد ومن حقهم في صله الرحم مع باهم. شكرا لك رشيده، خالد شكرا لك، خديجه كنشكرك بزاف، سي مصطفى ان شاء الله تسمع اخبار الخير على بنيتك. كنشكركم بزاف مشاهدينا تابعتوا معنا اليوم قصة الناس الدولية ولادي، كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصة الناس. باقي في الناس بزاف ما يتعاود في قصة الناس من اليوم حتى واحد آخر. سلام عليكم.